السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نقص معكم الموديل ديال الجلابة على التوب. عندي غادي نشوف اول حاجة غنشوف الوجه ديالي، هذا هو الوجه ديالي، ما غنتنيش على الوجه، غنتني على الظهر. وغادي نشد الطريقة ديال الطويان ديال التوب. عندي هنا متر ونص، عندي هنا متر ونص، وعندي هنا الطول، هذا هو الطول ديالي. ما غاديش نتني على الطول، غنتني على العرض، على متر ونص. غنتني التوب على جوج بهذه الطريقة هذه. غادي نحط الحاشية على الحاشية من الفوق حتى لتحت، وغنشد بالفنايت. دير بوز بوز. دي هنايا ها الحاشية اللي قلت لكم، ها هي شديتها كاملة بالفنيتات. هنا البلاصة مسمحلولة، غادي نخدم على البلاصة مسدودة. البلاصة مسدودة علاش غنخدم؟ هنا فين غندير الظهر ديالي، غادي نجي لتحت، غادي نعبر الجلال، الجلال غادي نعبر فيه 45، غنعبر 45 في الجلال. الى الكليانه الا كانت طويله كنديروا لها حتى 50، هنا في غنعبر 45، وغادي نعبر الطول من هنايا. الكليانه عندها تقريبا 135، غندير ليها 100 جلابه، غنديروا ليها كاع متر ونص، غنحاول نزيد 10 ولا 8، ها 100. ندير كونطوار شويه صغير، غادي نزيد عليها العبر ديال الطول ديالي. ندير ليها 148 صافي. وهنا هنا في غنبدا الكورساج ديالي من البلاصه المسدوده، من هنا ملي غنبدا الكورساج ديالي. بسم الله غنطبقوا القواعد، غندخلوا بسبعه، نحاول نقرب شويه، غندخلوا بسبعه وغنهبطو بجوج، وغادي ندير التقويره ديال الدار. غادي ندير الكتاف، عندها في الكتاف 36 مقسمة على جوج هي 18، غنحط هنا 18، كنزيد لا واحد لا والو. غادي نجي من هاد النقطة غنهبط بثلاثة، وغادي نطيح الكتاف ديالي بهاد الطريقة. غادي نجي من سبعة، من هاد النقطة هادي غنعبر ارتفاع الأمام عندها فيه 38، هاد 38 غادي نسطرها باش نحط عليها دورة الصدر. دورة الصدر عندها فيها 26 بهاد الطريقة هادي. هاد 26 اللي عندي هنا غادي نعاود نطلعها نحطها فوق الخط ديال الكتاف بهاد الطريقة هادي. علاش غنحتاج هاد النقطة؟ باش نحط عليها التركيز. غادي نهبط بخط حتى لتحت، مفهوم؟ واقيلا حتى لهنا واضح. غادي نجي من هاد النقطة غادي نبدا التركيز. القاعدة ديال التركيز هي الكتاف، كتاف هادشي اللي حطيت ليها في الكتاف. كنزيد الا كانت الكليانة رقيقة كنخليه هو هو، كانت الكليانة غليظة كنزيد جوج سنتيم. عندي هنا 18 كليانة رقيقة، غنهبط ليها ب 18 نيت. شتي الطريقة كيفاش كنعبر؟ كنحط واحد هنا وكنقلب على العبر ديالي فين غنلقى هنايا. غادي ندير 18، شتي فين جاتني 18؟ بهذا الشكل هذا. نورمالمون ملي كتكون ما عارفاش دوري التركيز كنخدمو بهذه الطريقه هذه، كديري مستطيل وكتجي لهنا وكتدوري. كنتي مسرح لك التركيز في يديك، راك تهودي حتى تقربي لهاد النقطه وكتدوري بهذا الشكل هذا. هنا كيكون غادي ديريكت صافي. غادي نجي لهاد النقطه ديال الصدر، غندخل بجوج باش ندير ليها السنتراج بهذا الشكل هذا. دابا الفوق خدمناه، نجر شويه باش نكمل البياسه ديالي. غادي نجي من هذا الخط، هذا الخط ديال الحذاء ديال الصدر، وغادي نهبط ب 15. هذه قاعده، نهبط ب 15، هاد 15 باش غنحط عليها دورة الحوض. دورة الحوض عندها 27، ندير لها 28 كاع باش يجيها جلابة زوينة في اللبسة. وغادي ندي هاد النقطة لعند هاد النقطة بهاد الطريقة هادي. هنا ما كنخليهش في، كنحاول نقورو صافي. وهاد النقطة هادي كنديها لعند الجلال ديريكت.
بهذا الشكل هذا. غادي نمشي بخط واحد حتى للجلال. شوفوا صافي، دابا ساليت الظهر ديالي، غنزيد نقطه وحده، غنحاول نطلع هنا بواحد 3 سنتيم، وغادي نجيبها بهذا الشكل هذا باش ما تجينيش البياسه ديالي هابطه من 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 الجلال، وغادي نقطع وغنرجع معكم. صافي يلا. هذا الظهر كان هكذا، كان بهذا الشكل هذا ياك، غادي نهزو وغادي نجر الثوب ديالي بهذا الشكل وغادي نقلبو. داكشي علاش حنا هاد الطريقه هادي كنسموها التقليب. صافي، بلاصه الجلال كيرجعوا الكتاف وبلاصه الكتاف كيرجعوا الجلال. هنا كان عندي الجلال، دابا غادي نقلب. ملي كتكون عندي واحد المساله مهمه، ملي كتكون عندي الكليانه رقيقه ياك، ما كتعجبنيش في الصاله هذا ياك، الخلف كيجيني طالع، ولكن ملي كتكون الكليانه غليظه وعندها هنا اتساع، كنضطر انني كنهبط الثوب وكيشيط ليا كيضيع ليا الثوب هنايا. دابا هنا اش غندير؟ غنحط، غنبعد على هذه، على هذه الحاشيه، غنحيدها حيت هذه الحاشيه ملي كتبقى في الثوب كتخسرو. من ورا الحاشيه غنحسب واحد سنتيم بهذا الشكل هذا، وغادي نطراسي الامام ديالي. دابا حنا غنخدمو في الامام، صافي، في البلاصه المحلوله. الامام دائما كيكون في البلاصه المحلوله. غادي نحاول نقد الثوب ديالي بشويه عليا، الصاله راه ما كتبغيش الزربه البنات. اللهم كي كيقولوا اللهم الف تخميمه وتخميمه ولا ضربه بمقص. بشويه عليا نتني باش نجر نقد الثوب ديالي، نقد التحتاني هادي كنقد عليه الخول الفوقاني. صافي، شحال كنخلي؟ كنخلي غير واحد سنتيم، واحد سنتيم بلا الحاشيه، الحاشيه ما كنحسبهاش. صافي، وكنشوف الثوب ديالي واش مقاد، واش الحاشيات هما هادوك، واش الثوب التحتاني هو هذاك. صافي، وكنقطع، كنقطع عليه. يا الا جاك صعيب، الا جاك صعيب راه كترصيه هادي كتقطعي، جاك ساهل راه كتقطعي خوه، ما كتزيدي عليه حتى حاجه. غنقطعو ونرجع معاكم. بوز جوج صافي، كنقطع البياسه ديالي كامله على هذا الشكل، كيعطيني حيدو هذا، كيعطيني الامام ها هو محلول، وكيعطيني الخلف، الخلف مسدود على هذا الشكل هذا. شوف كيفاش كيجي، كتجي البياسه ايفازي هاد الطريقه هادي في الفصاله، كتجي زوينه، كتجي البياسه مزيانه في الفصاله. كنحيد الظهر ديالي، كنبعدو عليا باش ما نفصلش فيه، وكنمشي للامام. الامام غنزيد عليه اضافات، اشنو هما؟ اول حاجه غادي نهبط على حسب البياسه انا اشنو بغيت فيها. انا بغيت جلابه، غادي نهبط ب 8، نقدر نهبط حتى ل 10، ولكن السيده ما بغاتش الجلابه تكون هابط ليها الصدر. كنقور، كنهبط ب 8 وكنقور. هاد التقويره ردوا البال، راه الا كبرتيها واخا تكوني هابطه هنا ب 8، الا كبرتي التقويره بزاف راه كتكبر التقويره، كتحاولي تهبطيها بشويه. هنايا غادي نزيد عليه اضافه، اشنا هي؟ غادي ندخل بجوج، وكنحاول كنديها بهاد الطريقه هادي غير بشويه. صافي، كي كنقولوا حنا كنحيدوا ديك التخنشيشه اللي كتكون تما باش ما تجينيش، باش ما تجينيش البياسه من هنايا عريضه، كتجي هكا، كتجي لاصقه، كتجي زوينه في الفصاله. وما كنمش هنا وما كنمش هنا، الا مسيت هنا راه غادي يخصني البلاصه فاش كندخل هي هنايا، هاد البلاصه هادي فاش كندخل. صافي بوحده، صافي، وغادي نقور الامام ديالي حتى هو بهذا الشكل هذا، وكنكون فصلت الامام وفصلت الخلف. اشنو بقاو ليا؟ بقاو ليا الكمام كيفما اللي تفرجوا في الفيديو اللي سابق. الطريقه ديال الكمام كنعبر دوره التركيز ديال الامام بهذا الشكل هذا، بهذه الطريقه كنعبرها بشويه. عندي 26، عندي صافي، عندي هنايا هاد الثوب اللي شاط ليا. السلام عليكم، غنكملوا. عندي هذا هكا، كان الثوب، كان الثوب بهذا الشكل هذا. صافي، حيدت الامام، حيدت الخلف، شاط ليا هاد الطرف هذا، الطرف هذا هو فاش غنفصل القب وغنفصل فيه الامام، غنفصل فيه القب وغنفصل فيه عفوا الكمام.
نحيد الفنيتات وغادي نثني على هذا الشكل هذا. ها هو ما عندينا جوج طرف، طرف ثنيتو على جوج، غادي نعاود نثني على اربعه بحال هكذا. ديما الكم كيكون عندي مسدود وغرد البال واش ما هربانش ليا الثوب. صافي وغادي نبدا الخدمه ديالي، غنبدا الفصاله ميترو ما حتى شو ميترو هنا. نبدا الفصاله ديالي، عندي هنا مسدود، هنا وهنا مسدود، هنا طاو مسدود دارو، هنا ماشي مشكل يكون محلول، هنا ضروري خصو يكون مسدود. هاد البلاصه خصها تكون مسدوده اللي كتكون موالياك. غادي نهبط ب 13 من الفوق، غنهبط ب 13 ملي كتكون الكليانه غليظه كنهبط ب 15، نهبط ب 13 وغادي ندير خط. هاد الخط هذا غنحط عليه دوره التركيز الامام، راه عبرتها معكم قبيله عطاتني 26، غنحطها بهكا مايله بهذا الشكل هذا مفهوم. وغادي نسطرها، راه ديجا حاطه انايا حاطه الدرس ديالكم مراجعه وصافي. هاد 26 غنقسمها على جوج هي 13، فهمنا؟ هنا غنقسمو على جوج وهنا غنقسمو على جوج. جيت الابط غنهبط بواحد، وجيت الكتف غنطلع بواحد، وغادي نقور بهذا الشكل هذا الكم ديالي. من هنا غادي نهبط بدورة الكود عندها 30، غادي نسطرها حتى هي، غادي نحط عليها دورة الذراع، دورة الذراع عندها 34 قسمي على جوج غتعطيني 17، عندي لها 17. وهاد النقطة هادي غنجيبها عند هاد النقطة، كنحاول ندور هي شوية. غادي نجي من هنا من الفوق، غنعبر الطول عندها 62، عندي لها 63. صافي هاد الخط غادي نسطر الخط، غادي نحط عليه دورة الكم عندها 30 قسم على جوج هي 15، وغادي نصير النقاط. صافي وغادي نقطع الكم ديالي، نقطع الكم ورجع معاكم. صافي هذا هو الكم ديالي بهذا الشكل هذا، شوف كيفاش كيجي، كنجمعو كنحيدو، وهذا الشيء اللي شاط ليا كنفصل فيه القب، القب ديال الجلابه حتى هو راه حاطه. رجعوا الرابط ديال صاله الكم والقب الا بغيت. غادي ندير ليها قب مسدود، علاش؟ حيت شاط ليا الثوب. اول حاجه غادي نقاد الثوب ديالي، غندير خط غادي مستقيم، وغادي نحط هاد البلاصه المسدوده غنحط فيها 30 28 على حساب الكليانه ونشوف واش بغات. غنجي لهاد البلاصه المحلوله غادي نحط فيها 30 ولا 34، غادي لها هي غادي لها 34 نيت 34، نزيد عليها 10، نعاود نجي لهنا نعبر 34 ونزيد عليها 10. صافي عندي واحد العبار غنحطو هنا ملي غنجيبو، غادي نصف دورة الخلف ونصف دورة الأمام، أغلبية كتعطيني 26 25، غادي نعبرها بهاد الشكل هكا. دابا ملي غنشد من هنا لهنا غنلقى نصف دورة الخلف، ومن هنا لهنا غنلقى نصف دورة الأمام، غندير فيها 26 26، كتجي مزيانة. غادي نسطرها حتى هي مفهوم. إلا كانت الكليانة بغات تسفيفة كنزيد واحد 14 سنتيم، أنا معرفتاش أشنو بغات دير فيها حيت هي الفصالة هادي، غادي ندير لها 14 سنتيم، ما كانش بغاتها راه تنقصها. وغادي ندخل هنا بثلاثة بهذا الشكل هذا. صافي نحاول ندور شويه باش يبان ليا هاد ثلاثة، غادي نمشي بها ديريكت بهذا الشكل، وهنا غادي نهبط بسبعة وغندخل بواحد جوج وغادي نقورها واحد شويه. صافي وغادي ندي هادي عند هاد النقطة، هاد النقطة غنديها عند هاد النقطة. كنتمنى يكون الشرح بسطو، اللي ما فهمتش شي حاجه تسولني في التعاليق. صافي غنقطع القب ديالي ونرجع معكم. ها القب ديالي ها هو، شتي كيفاش كيجي؟ كيجي بهذا الشكل هذا، وعندي لكم حتى هو
شتي كيفاش كيجي؟ كيجي محفر، كيجي كم عصري زوين، كيجي في اللبسه زوين. وعندي دائما ملي كنفصل كنقلب، ياك ما مشات ليا شي بياسه مع البياسات الاخرين مع الحوايج اللي ما بغيتش. ها هو الامام ديالي كيكون محلول، ضروري كنحيد هاد الحاشيه هادي الامام ديالي. والخلف ها هو صافي، يعني الجلابه ديالي كملات. كنتمنى الدرس يكون سهل، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.